وللحديث أكثر عن قصف مطار أربيل الدولي في كردستان العراق وتداعياته ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وأسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام. حياك الله. بداية، قصف جديد يستهدف مطار أربيل، كيف تقرأ القصف وتوقيته والطريقة والوسيلة التي استخدمت في هذه العملية؟ قصف مطار أربيل وقاعدة بعشيقة وكذلك تفجير الحبيبية هو نتاج طبيعي للتحالف الذي عقد في سنجار بين إيران وبين حزب البككة حزب العمال الكردستاني وميليشيات الحشد الشعبي، وبالتالي مثلث الإرهاب بدأ بالعمل في إنتاج سيناريو إراقة الدم وإعادة الفوضى بطريقة واضحة تماما، وهي تتعلق حقيقة بالصراع الأمريكي الإيراني على أرض العراق وبالصراع الذي حددته هذا الاجتماع الذي اتخذ من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية باكورة العداء، لا سيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن هذا التحالف الإرهابي هو مدعوم من الصين وهي تتعلق بصراعات دولية على طريق الحرير. لذلك ما جرى اليوم هو عملية تقودها إيران وبالتالي تنفذها الأذرع لها في المنطقة وفي العراق تحديداً، وبالتالي الهجمات التي كانت أشبه بالدقيقة واستخدمت فيها طائرات مسيرة وفيها صواريخ دقيقة في استهداف المواقع ولا سيما مطار بعشيقة أيضا، كله يتحدث عن خبرات لضباط إيرانيين لا تتعلق بوجود هذه الميليشيات التي سهلت ونقلت ورعت عملية القادر، يعني خلال أقل من 48 ساعة هنالك قصف آخر استهدف قاعدة عين الأسد العسكرية، وهنا نلاحظ أنه يعني منشأتين عسكريتين تابعتين للولايات المتحدة تقصف في يومين متتابعين، ما دلالات ذلك حسب رأيكم؟ دلالات أن الإيرانيون قد اتخذوا العراق ساحة للرد قبيل التفاوضات النووية، وبالتالي هذه رسائل إيرانية تهدف من خلالها إلى تحسين شروط التفاوض داخل الملف النووي الذي يجري التفاوض عليه مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لأنه بعد تدمير المركز النووي الإيراني في قاعدة نظير هذا حقيقة جعل من الإيرانيين يتراجعون، وبالتالي ذهبوا إلى التصعيد العسكري من أجل إعادة أوراق التفاوض، وهذا ما تؤكد على أن إيران فتحت الباب على مصراعيها داخل العراق ونقلت الصراع بالوكالة إلى العراق، هي تقوده بالفعل لكنها تقوده خلف الكواليس، وبالتالي بدأت ميليشياتها بهذا الإطار. وحتى تفجير الحبيبية داخل مدينة الصدر هو صراع انتخابي مبكر، لأن إيرانيون يريدون تلقين الصدر ومن يتبعه دروسا بأن الانتخابات القادمة هي لهم، ولأن رئيس مجلس الوزراء القادم لن يكون من الصدرين بعد تصريحاتهم الأخيرة، إنما سيكون من ميليشيات الحشد الولائية التابعة لإيران، وبالتالي اليوم إيران تفتح الأبواب على مصراعيها في صراع داخلي في العملية السياسية وفي صراع مع إقليمي مع تركيا وفي صراع مع أمريكا. المتتبع للقصف الذي شهده مطار أربيل نجد أنه يتشابه كثيرا في طريقة تنفيذه مع الوسائل التي تتخذها ميليشيا الحوثي في اليمن، ما رأيكم بذلك؟ من المؤكد تماما أن قاعدة جرف الصخر العسكرية التي يجري فيها تدريب الحوثيين هي ذاتها التي يجري تدريب فيها البككة وميليشيات الحشد، والمدربون هم حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وبالتالي الراعي لكل هذه الأعمال الإرهابية هي إيران، راعية الطائرات المفخخة المسيرة وراعية الصواريخ ونقل الصواريخ، وما يجري هو أن هذه الصواريخ كلها إيرانية، ومعلوم تماما أنه قبل فترة من الزمن جرى نقل صواريخ إلى جرف الصخر وجرى توزيعها إلى عدة مناطق وهي منها تنطلق باتجاه تنفيذ هذه القضية. إذن إيران هي الراعي الأساسي لكل هذه العمليات، وهذا ما يؤكد على أن هذه تشابه هذه الهجمات على أن الذي يديرها وينفذها ويجهزها هو واحد، وبالتالي إيران واضحة أصابعها في كل ما يجري من عمليات إرهابية تستخدم فيها ذات الأسلوب سواء للحوثيين أو داخل العراق. الخارجية الأمريكية في تعليقها على الحادثة أعربت عن غضبها الشديد من الاعتداءات على مراكز التحالف الدولي، هل تتوقع أي رد
من القوات الأمريكية في العراق على هذه الاعتداءات أم لا؟ من المؤكد تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى إعادة التموضع، وبالتالي هي تريد تقليص تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، وتدفع بحزب أو بحلف الناتو كبديل لها، وهي ما يجري في تبادل الأدوار. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية سترد حفظا لماء الوجه، لكن إلى هذه اللحظة لم تتخذ القرارات الاستراتيجية التي من خلالها يتم تصنيف هذه المنظمات التابعة لإيران بأنها منظمات إرهابية دولية ينبغي التعامل معها، مع أن التقرير الأخير العسكري الذي صدر قبل عدة أيام وهو تقرير عسكري أمريكي أكد على أن إيران وميليشياتها أصبحت عدوا واضحا ينبغي التعامل معها بجدية، لكن يبقى هو القرار السياسي في اتخاذ هكذا قرارات ضد إيران وميليشياتها داخل العراق وفي عموم المنطقة. لذلك الأبواب أصبحت مفتوحة على مصراعيها أمام الخيارات القادمة. بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن ترد لحفظ ماء وجهها. أستاذ عبد القادر، هناك من يرى أن إيران ترد على تفجير مفاعل نطنز أول من أمس من خلال ميليشياتها في العراق، هل سيكون الرد أمريكي في العراق أيضا، ومن ثم سنشهد أن العراق ساحة للمواجهة ما بين الولايات المتحدة وإيران وقد تحرق العراق كله؟ العراق أصبح منذ وقت هو باكورة الصراع بسبب الأطراف السياسية والميليشيات التي جعلت من العراق ساحة دولية للصراعات، ولا أعتقد فقط سينعكس الأمر على الولايات المتحدة وإيران، أنا أتكلم هنا على أن الجانب التركي سيكون موجودا وحاضرا أمام صراعات البككة وما يجري من عمليات دعم إيران لها. لذلك إيران الولايات المتحدة أيضا تستخدم حلفائها في عملية الرد، ومنها ما يجري أن إسرائيل تقصف داخل سوريا. لذلك لا أتوقع أن يكون في الوقت الحاضر العراق فقط ساحة لتصفية هذه الحسابات الأمريكية في عملية الرد، لكن بالتأكيد العراق دخل آتون أو دخل مرحلة أنه سيكون قلب العاصفة وقلب ساحة الصراعات بين أمريكا وإيران، وبالتالي سينعكس على شعبه. ونحن ننتظر حقيقة للأسف الشديد أقولها يعني حفلة من الجنون الدماء التي ستسيل في كل المنطقة بسبب هذا الصراع الذي لن يجني منه الشعب العراقي إلا الويل والثبور من خلال تلك الأحزاب والميليشيات. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا استوديو الرافدين.